مهنة النول هاي أستاذنا اسمها مهنة النول اليدوي، هي مهنة النسيج اليدوي ومتبقي منها الاثنين أو ثلاثة بسوريا كلها. سوريا كلها نعم. بس هي المهنة نعم يعني إنتاجها حسب نوع الخيط اللي عم تشتغله. جميل. يعني أنا بشتغل خيط قطن بطلع معي مناشف. نعم. نفس النول أو الآلة أو قريب منه جدا، إذا حطينا لخيط صوف بيطلع بساط، لو اشتغلنا بخيط الحرير بده يطلع بروكار. نفس الآلة تعطي كل هالمنتجات الرائعة. نفس الآلة منتج جديد. نعم. لو حطينا خيوط شعر تبعود ماعز بيطلع بيوت الشعر تبعود البدو والعرب يسموه شعار. بس ما تعرفنا اسمك الكريم؟ منير مسدي. شرفنا أستاذ منير. أهلا وسهلا. على سيرة المسدي قلت لنا العائلات إلها علاقة بالمهنة. المهنة بيت الولاتي بيساوي النول. النول يعني الآلة. الآلة. جميل. الهيكل العظمي للنول. آلة النويلاتي نعم. بيت المسدي بيساوي السدي. بيقولوا راي على المسدي وجاي من عند المسدي. شو يعني مسدي؟ بيساوي السدي. شو هو؟ الخطوط الطولية بالقماش. خطوط الطولية. بالقماش اسمه السدي أو خطوط السدي. تمام. خيط العرض اللي مثل هذا. هلا لو حطينا الماسورة هون بالمكوك بيقولوا رايح جاي مثل مكوك الحقيقة أي مكوك الحقيقة. تماما. ولا هذا ها. هالخيط بالعرض اسمه لحمة مو لحمة. 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 بيلحم مع السدي بيطلع معنا القماش. تماما. فلما بيكون السدي كويس واللحمة كويسة بيطلع القماش كويس. ويطلق هذا المثل على الرجل المرة بيقولوا فلان وفلانة سيدي بلحمة. جميل. بيكملوا بعض شو في عائلات كمان سيدي بلحمة العلاقة بهالمهنة. بيت الملئي بيفوتوا الخيط مثل بيقولوا الخيطان بهالأبر وبالمشط بيسمون النير والمشط هو اللي بيتحكم ليش الملئي شو يعني الملئي؟ الملئي بيفوت الخيطان بالنير وبالمشط اختصاصه وبيطالع هو هذا المشط هذا المشط بيطالع الرسمة هذا المشط هذا المشط هذا المشط هذا هذا المشط هذا اسمه النير هذا اسمه النير وجاي الله يعزك من النير اللي يحطوه برقبة البقرة البقرة نعم مشان يتحكموا بالسير تبعها فهذا النير هو اللي بيتحكم بسير الخيطان كله يعني السوقية طالع والنازل السوقية كلها كانت تلبس من هالآلات هاي المنتشرة حاليا في اثنين او ثلاثة ثلاثة بس بسوريا ما ضل غيره يعني كم عيلة اشتغلت في غير هدول العيلة هلا كلهم الله يرحمهم يا انت بتشتغل كل الشغل يا اما ما راح تشتغل طيب بنشوف شوي من العمل استاذنا العمل انتاج بيقول ورايح جاي مثل مكوك الحايك هي مكوك الحايك تمام هي راح حط خيط حط خيط في دقه بيحط خيط خيط ورا خيط بيطلع معنا بالاخير حيط وفي حكه الارجل ما هيك كمان نعم حكه الارجل كمان اسمع مني بشتغل باربعه براس والخامس تماما كل دقه او كل حتفه كل خيط بدنا نحطه بيشتركوا الأطراف الأربعة فيه ثلاثة ما بتشتغل مهنة بكامل يعني أطراف الجسم هاي رجل نزلت هلأ نيري تمام وهي الثانية نزلت نيري ثانية تمام هدول خيطان السدي عددهم 2000 خيط مربوط 500 خيط بهي و500 بهي و500 ب500 تمام هلا لو دسنا هاي الدوسه نزل 500 خيط تمام دسنا الثانيه صار عندنا 1000 تحت و1000 فوق المفروض يضرب من بيناتهم تمام الخيط لو اصبعتي خيط انتبه بيروح من هون ما بيرجع من نفس الطريق لانه اذا رجع من نفس الطريق بيركب يا فوق يا تحت ويا يطلع برا يرجع بطريق اخر نسكر عليه غيرنا الدوسه غيرنا 500 خيط يرجع من هون نرد نسكر عليه بيرجع من هون يسكر عليه بيرجع من هو يسكر عليه ترجع الأول هدول يعصلوا إلى يوم يبعثون ما بقى يطلعوا بحياتهم تمام صار معك نسيج وصفت الخيطان كله جنب بعض طيب عندي سؤال تعرف مين مخترع هاي الآلة بالأصل هاي الآلة مخترعينها أنا بقول لك قبل المسيح شيء ألف أو ألفين سنة قبل السيد المسيح قبل السيد المسيح بجوز تقول ليش فضل اشرحنا هاي البرهة الست جنوب يا خانو نعم. كانت لابسة قماش ولا وراء شجر؟ قماش طبعا قماش معتها في نول اشتغل قماش قماش ما بينزرع زرع يعني هالتقنية كلها الفراعنة لفوا المومياء بقماش صحيح كان في عندهم نول يعني هاي التقنية كلها موجودة من قبل السيد المسيح؟ كلها موجودة ايه بس بقى بجوز ما هيك بطريقة بدائية تطورت حاليا شكرا جزيلا استاذ يعطيك الف عافية تفضل ايه؟ كانت وما زالت يعني منتشرة
بسوريا ودائما عمان مثل اللي بتتقدم بسبب جميع مواد الاوليه عندنا، ما بحاجه ولا ماده من برا، جميع في بلاد يعني ما بحاجه انه والله يتحكموا فينا، ايه ما بدنا من عندهم كل شيء عندنا ولا ماده، كل المواد عندنا، بدنا مناشف القطن موجود، بدنا بساط الغنم موجوده والصوف موجود، بدنا بروكارد والتلز موجوده، جميل. جميل بدنا بيوت الشعر، شعر الماعز موجود. احنا بقول لك شكرا جزيلا استاذ، وان شاء الله تستمر بالحفاظ على هالمهنه، لانك سهل. انا والله ضمن هي المفروض حدا يعني تراث البلد الاصيل، لانه تاريخ تراث حضاره، ما في فكره لحدا يستمر فيه، اولادك مثلا او اللي بجيب انا آلي بكبس زر بتشتغل لحالها. نعم نعم، بس ما بتطلع القطعه مثل هي، هي قطن المناشف دائما العمل اليدوي له متعته، يعني المدام بتشتغل لك كنزي. نعم. إذا لبسته أنت بصير بطلع فيه إلو متعته وإلو جوته كتر ما معجب باللي اشتغل الكنزي، فدائما العمل يدوي إلو متعته. في كلمة أخيرة حابب تقول أستاذ؟ أي كلمة؟ والله ما بقول إلا الله يبعث لنا بس حد يسلم هالمهنة هي ما تندسر وتموت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يعطيك ألف عافية. بسم الله. طبعا هذا انتاج الاخ الكريم اللي عم يشتغل على النول، بيكون هذا هاي هي النتائج الرائعه. نحن حاليا بسوق الحرف اليدويه معرض دمشق الدول القديمه، فبنتمنى انكم تزوروا هذا المكان تشتروا منه، لانه قطع مبدعه فعلا. لهي القطن، هاي البساط، وهي الحرير مثل ما قالك حجي، رائع. إذا بتبدل الخيط الصوف بصير هيك، بتبدل الخيط حرير، هي هي النتيجة، حرير أو قطن. نتائج رائعة. أحسن من البشكير، القطن أحسن. كل المعاصات فيه كلها هيك، بالمسا مريح للأعصاب بالمسا. في شي كلمة حابب تقول أستاذ؟ خلي لي إياك، هلا وسهلا، شرفت. إن شاء الله موفقين، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم.